بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 117. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة تابعة لما سبقها، وتختص بموضوع أحكام الجعالة، وهي بتثليث الجيم، وتسمى الجعلة والجعيلة أيضا، وهي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، كأن يقول من فعل كذا فله كذا من المال، بأن يجعل شيئا معلوما من المال لمن يعمل له عملا معلوما كبناء حائط. ودليل جواز ذلك قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي لمن دل على سارق سواع الملك حمل بعير، وهذا جعل. فدلت الآية على جواز الجعالة، ودليلها من السنة حديث اللديغ، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء، فأتوهم فقالوا: هل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من غنم، فانطلق ينفث عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فأوفوهم جعلهم وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له فقال: أصبتم، اقتسموا واجعلوا لي معكم سهما. فمن عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علمه بها استحق الجعل، لأن العقد استقر بتمام العمل. وإن قام بالعمل جماعة اقتسموا الجعل الذي عليه بالسوية، لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا في العوض. فإن عمل العمل قبل علمه بما جعل عليه لم يستحق شيئا، لأنه عمل غير مأذون فيه فلم يستحق به عوضا. وإن علم بالجعل في أثناء العمل أخذ من الجعل قسط ما عمله بعد العلم. والجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها، فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئا من الجعل، لأنه أسقط حق نفسه. وإن كان الفسخ من الجاعل وكان قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل إن عمل شيئا، لأنه فعل فعلا غير مأذون له فيه. وإن فسخ الجاعل الجعالة بعد شروع العامل في العمل فللعامل أجرة مثل عمله، لأنه عمله بعوض لم يسلم له. والجعالة تخالف الإجارة في مسائل، منها أن الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بالعمل المجاعل عليه، بخلاف الإجارة فإنها يشترط فيها أن يكون العمل المؤاجر عليه معلوما. ومنها أن الجعالة لا يشترط فيها معرفة مدة العمل، بخلاف الإجارة فإنها يشترط فيها أن تكون مدة العمل معلومة. ومنها أن الجعالة يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة، كأن يقول: من خاط هذا الثوب في يوم فله كذا، فإن خاطه في اليوم استحق الجعل وإلا فلا، بخلاف الإجارة فإنها لا يصح فيها الجمع بين العمل والمدة. ومنها أن العامل في الجعالة لم يلتزم العمل، بخلاف الإجارة فإن العامل فيها قد التزم بالعمل. ومنها أن الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل، بخلاف الإجارة فإنها يشترط فيها ذلك. ومنها أن الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها بدون إذن الآخر، بخلاف الإجارة فإنها عقد لازم لا يجوز لأحد الطرفين فسخها إلا برضا الآخر. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن من صاحب العمل لم يستحق شيئا، لأنه بذل منفعة من غير عوض فلم يستحقه، ولأنه لا يلزم الإنسان شيء لم يلتزمه، إلا أنه يستثنى من ذلك شيئان. الشيء الأول
إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل بالأجرة كالدلال والحمال ونحوهما، فإنه إذا عمل عملا بإذن استحق الأجرة لدلالة العرف على ذلك، ومن لم يعد نفسه للعمل لم يستحق شيئا ولو أذن له إلا بشرط. الشيء الثاني، من قام بتخليص متاع غيره من هلكة كإخراجه من البحر أو الحرق أو وجده في مهلكة يذهب لو تركه فله أجرة المثل وإن لم يأذن له ربه، لأنه يخشى هلاكه وتلفه على صاحبه، ولأن في دفع الأجرة على ذلك ترغيبا في مثل هذا العمل وهو إنقاذ الأموال من الهلكة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين، وهو منصوص أحمد وغيره. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: في من عمل في مال غيره عملا بغير إذنه ليتوصل بذلك العمل إلى غيره أو فعله حفظا للمال من الهلاك وإحرازا له من الضياع، فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله، وقد نص عليه أحمد في عدة مواضع انتهى. أيها المستمعون الكرام، بهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله لنواصل الحديث معكم في موضوع آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.